السلام عليكم. هذا الدوري اللي داز اليوم كان الاختتام ديالو وكان في المربع الذهبي، اللقاء بين المد الازرق واجاكس طنجة على الترتيب. اجاكس طنجة هي الثالثه والمد الازرق هي الرابعه. وبقى المقابله النهائيه اللي دازت بين مغرب طنجة والرجاء البوغاز اللي انتهت 1-0 صالح الرجاء. وكنهنئوا من هذا المنبر هذا الرجاء بهذا الانتصار، بهذا البطوله او الدوري الاول، النسخه الاولى ديال السي عبد السلام السعيدي لانجري الملقب بوطينا. وحنا فرحانين الحمد لله، الاجواء جالسه كما ينبغي، ما وقعناش انخصامات، ما وقعناش تاخر في حاجه. وكنتمنوا العام المجيد يكون ان شاء الله الصدى ديالك اكثر من هذا العام هذا. شكرا، بارك الله فيك. ورحم كذلك بجميع الفاعلين الرياضيين الاعلاميين مسيرين قدماء لاعبين والفرق. مبروك مسبقا لرجاء البوغاز الفوز بالنسخه الاولى لدوري عبد السلام بوطينا. اذا حسين اجل تفضل سمو حسين. لما كدور ندعي السي محمد كستار. تفضل السي محمد والسي جمال بعدان. ومبروك مسعود ما عملتي والله يكمل بخير. تفضل السي جمال. وغادي نعيط للاب الروحي ديال حسنية طنجة السي محمد سعيد خمخامي. تفضل السي محمد سعيد. لان حسنية طنجة ولي احد الوجوه الرياضيه. تفضل سي محمد سعيد الخمخامي. وتفضل معنا الاعلامي السي حسن بودراع. تفضل السي حسن. واخا كتبغي تخبى على السي حسن، مرحبا بك اليوم جيتي، مرحبا بك بعد التصفيقه تحرر الاخوان بجوج. جيتي معنا حاضر في هذه الحسنيه. تفضل. وغادي ندعي جوج ديال الوجوه الرياضيه اللي عزيزه علينا بزاف. غندعي جوج ديال صخره الدفاع والاخ ديالو والصديق ديالو. غندعي السي العربي ملك تفضل، وكذلك سيف الدين نايف تفضل. وغيتفضل معاهم الاطار الوطني والمحلي السي محمد بن طالب. تفضل معنا السي محمد. إذا الرئيس ديال المغرب طنجة أبى إلا أن يكرم. تفضل سي إبراهيم، باقي معنا سي إبراهيم، باقي غنحييوه سي إبراهيم ولاد الحاج. إذا غنستدعي كذلك السي رشيد الشراط. تفضل الأخ ديالك. وتفضل السي حسن أموي. تفضل واحد في لمحة غنحاول نقدمكم. هادو أولا هما من الحي اللي كينتمي له رئيس ديال المغرب طنجة،
ولكن هما عندهم واحد التاريخ مشترك، هما كانوا مع فريق سانتوس وما ادراك ما فريق سانتوس اللي كان كيمثل منطقة سوق البقر، وكانوا من بعد داكشي هما اللابنة ديال وداد طنجة، وكاين اللي انتقل كذلك منهم حسنية طنجة، واللي غادي نشوفوا السي حسن مرحبا بك بعدان، وعودة ميمونة بعد مدة طويلة بالديار البلجيكية هو اليوم معنا، وغادي ندعي الأخ السي مصطفى نصر. تفضل السي مصطفى، أحد الفاعلين الرياضيين ضمن الطاقم ديال مغرب طنجة. لذلك للرئيس الشرفي لمغرب طنجة سي رشيد زكو، تفضل سي رشيد وتشوف تحرر سي رشيد. وغادي يقدمها لاسماعيل عيات، تفضل نشوف على ثاني حراس مرمى ديال حسنية طنجة. كذلك غادي نستدعي احد نجوم المستديره بمدينه طنجه، واللي سبق له جمع بين المستديره داخل القاعه والمستديره في الملعب الكبير. غندعي سي محمد دواز احد اللمسات الفنيه تصفيقات حراس، وكنتمنى له مشوار ان شاء الله مع فريق اجاكس طنجه. وكذلك كندعي سي محمد الفليوي رئيس ديال اجاكس طنجه فرع كره القدم، تفضل سي محمد. ونتمنى لكم حد اوفى ان شاء الله في بطوله القسم الممتاز، لما تكونش وقيله سهله لان المؤشرات كتدعو على انها غادي تكون صعيبه. كذلك السي شفيق تصفيقه تحرر على السي شفيق، تفضل السي شفيق عن حسنيه طنجه. وقيله اذا قلنا حسنيه طنجه عندها 50 سنه، واحد من الموثقين ديال التاريخ ديال حسنيه طنجه. وكندعي السي محمد الشقاف المشرف عن الشان والقطاع الرياضي بمقاطعه السواد، تفضل السي محمد. مشير انها التظاهرات ولامدام كذلك بشراكه مع مقاطعه السواني مشكور محمد بن طالوف، تفضل السي محمد. وكنحييوك ديما على الحضور ديالك معنا، وكندعي السي رضوان بروحو عن جمعيه قدماء رجاء بن مكاده، تفضل السي رضوان. كذلك كندعي السي مروان طويل، تفضل السي مروان. ونتمنى انك تكون عدتي شويه من اللياقه، ونتمنى ان ديك الاصابه تنسى الحمد لله شويه مزيانه السي مروان. تفضل. وغادي ندعي السي احمد الزوين عن فريق منار الرياضي، تفضل كذلك. اذا هو فضل انه يكون عندنا واحد المجموعه ديال التذكارات، وعندنا تلك خاص بالسيد اولا نتمنى له حج مبروك السي محمد البقالي ادرو. اذا شكون اللي غادي يتسلم؟ السي العاطفي، تفضل نوب على السي محمد. العاطفي ملي تعطيه هادي وصل له التحيات ديالنا وديال الرياضيين على الدور اللي قام به في انه حافظ على هذا الاسم الاول ديال ابن الانديه في مدينه طنجه مغرب طنجه. اذا سمحتوا انا اللي غادي نصفقوا بزاف على السي احمد الراضي، تفضل السي احمد. وغندعي الاطار ديال الفريق مغرب طنجه السي خالد بن طه، تفضل السي خالد. السي احمد اذا سمحتي لي تفضل. بس احمد انا ماشي تعدد الدين الاخوان الحاضرين، كنت تكونوا الرئيس ديال مغرب طنجة لي اولا بادرة حسنة، و كنتمنى التوفيق للفريقين جميعا. ولا ينسوا الجميع على ان هذا السيد احمد الراضي هو احد مؤسسين ديال فريق رجاء البغاز. الله يعطيك الصحة. نشوف واحد خلق
قال لي بلغ لك السلام، هو اللي حشاك في الكره قال لي وسلم لك الكتابه العامه ديال فريق كورونا في السبعينات سي عبد العزيز الميموني المحامي. المهم انا الامانه حيدناها وسهلا. تفضل سي احمد. هذاك كان كيعرف يكتب العربيه ديك المواكن ديك الساعه ما كانش هذا انا نشتيلو هو كان حتى يكتب يحرر. وحسن من بغيراتون وبناتون شي حاجه. تفضل سي احمد الله يطول في العمر. كذلك الاخ سي تفضل سي مصطفى نصار وادعو الاعلامي ديالنا سي محمد اشكوك عن فارغ ديال موقع طنجة سبورت. تفضل هو واحد من الرياضيين اللي كيعطي الشيء الكثير وفي صمت ولكن شي مره كطلع كيسامح فينا وكيخلينا خليوه كسي محمد. شكرا سي رشيد الحليفي. شكرا رئيس فريق المد الازرق والله يحسن صفقوا على الروح الرياضيه ديالو العاليه. تفضل سي محمد اخي ما كاينش غينوب عليها النائب ديالو سي اسماعيل. تفضل سي اسماعيل ونتفضل معها سي حسن. تفضل معها سي حسن الاموي تا هو من اللاعبين السابقين ديال وداد طنجه في السبعينات كذلك بدايه ديال الثمانينات. تفضل سي محمد وتحياتنا للمد فريق المد الازرق. الشباب قدماء بن ديمان ويتفضل معايا كذلك السي العربي مالك. تفضل السي العربي وحييهم لان والله الا بلا مجامله لان هاد الناس انطلقوا من لا شيء. واللي باغي نقول لكم السي العربي نوض سيف الدين الله يرحم والديك واحد دقيقه نوض نوض لا هي واحد الاعتراف من لم يشكر الله لم يشكر العبد لم يشكر الله. والله لنا والمبادره ديال جمعيه قدماء اتحاد طنجه خلقت واحد المجموعه ديال الجمعيات وهذا الشيء اللي كنتمناو. وهو الاب ديالو كان واحد الرقم جوج من الكويريه ديال طنجه وقيل قليل اللي كيعرف بان الاب ديالو كان كويري كذلك. تفضل السي العاطفي. ودابا باش نقدموا برئيس بوغاز مندوب هاتي دان وغادي ندعي احد الوجوه الرياضيه اللي كيخدم في سانتو كيعطي حتى هو كذلك راه ندعي السي عزيز البرقي. تفضل السي عزيز الاطار ديالنا وما تحتاجش هذا بزاف على الحكام انتينا جبتي معك عبد الحامد فين هو؟ حكم الانجليزي طنجاوي. تفضل اجي المستصفى. اذا الاخوان غادي ندعي السي محمد اشكوك وغادي ندعي السي حسن بودرع. تفضل السي حسن. تفضل معنا السي محمد اشوف واش تفضل معنا السي ايوب هذا المستقبل ديال الاعلام ديالنا. تفضل السي ايوب وغادي ندعي السي محمد الرياضي كذلك انه يسلم هذا التذكره هذا ومعه السي محمد بستاغل بنت الماضي الجمعيه المغربيه الصحافه الرياضيه فرع طنجه. وكيشرف ان الاخوان الزملاء الاعلاميين تسمحوا لي نوم عليهم انهم دائما يكونوا في الموعد ويشاركوا معاكم. الخياط انا اللي كيعجبني في هذا السيد هذا هو حضر اكثر من الصحفيين. سي عبد العزيز تفضل معنا. سي عبد العزيز وغادي نعيط لنا الاطار ديال حسنيه طنجه سعيد الرياحي. تفضل سي سعيد. ايوا تفضل ونعيط سي عادل الشيوى لان تا هو ديما حاضر. تفضل معنا سي عادل وناخذ واحد الصوره مع سي عزيز لان نحيي واحد صاحبو عيطش على صاحبو. ادعو كذلك السي طريق الولي غادي. تفضل معايا السي طريق وصفقوا عليه تا هو مصباح ويصبح عليكم. وتفضل معنا دابا الاخوان واش نسميوه بالسميه ديالو الحقيقيه او لا بسميه اخرى؟ واش الحفيد ديال عفلان بوطين الله يرحمه او لعين بوطين؟ تفضل المهم حيتي لنا هذا الاسم وهذه الذكرى. تفضل معنا السي عبد الباري. هذا هو بوطين اسمه الحفيد ديالي السي عبد الباري. هذا هو بوطين السي عبد المولى موثوق عبد الباري عبد الله. اينوب عليه السي عبد الله ولكن
هنا واحد السيد عنده عيد ميلاد ومن الصباح هو مخبى. غادي نعيط للعيطه سي احمد مرابط، تفضل معايا سي احمد مرابط المد الازرق، وهو واحد من الفاعلين. واحد النهار وصل الحسنيه ببرج، قلت له واش هذا واش قصير ولا باقي؟ سي احمد وعيد ميلاده وفاجئني واحد النهار في مرشان انه وصل فارق حسنيه طنجه. سي مصطفى تعقلنا هذا النهار هذا، كذلك سي سعيد الازامي اللي كيوثقنا مثل التظاهرات والساكنه هذا الحي اللي دائما كترحب بنا. ادعو الرتبه الرابعه فريق واللجنه المنظمه ارتأت ان يسلم الكاس الرابعه حارس سي محمد بيستارا. عيط نذكروا بالرقم ديالو واش باقي كيعقل عليه. تفضل سي محمد. سي محمد باقي كتعقش من شحال من رقم حافظتي على المرمى بدون ما توليش. شو واش يجاوب علينا؟ 1184 تبارك الله عليك، ونتمنى انك تعطي لنا شي حارس اخر في السنه ديال الصعود حافظ على المرمى ديالو. الثالثه فريق اجاكس طنجه. تفضل سي فريق اجاكس طنجه وتفضل سيف الدين عن قدماء لاعبي اتحاد طنجه. قوت الاسماء الكبيره والفاعلين الرياضيين والله العظيم لا كيحب الانسان انه فيما يقدم، ولكن ضروري ولازم اننا نشاركوا معنا الطفوله في هذه التظاهره الرياضيه ونعلمهم انه كاين عبد السلام بوطيله. وغندعي عادل الشواء يعيطنا على ابنه، كذلك السي رشيد يعيطنا على الابن ديالو. وغادي ندعي كذلك احد الوجوه الرياضيه الشابه اللي خصنا نشجعوها. تفضل معايا السي هشام. تفضل معايا السي هشام لان حتى هو حقق انجازات كذلك حتى هو صفقوا عليه. وغادي ندعي كذلك مره اخرى يمثل الصحافه السي حسن بودرع. تفضل السي حسن وغنسلموا الكاس لفريق مغرب طنجه. وتفضل مع عندي عميد فريق مغرب طنجه وطبعا تحت التصفيقات ديالكم. واحد عطاه الميداليه، واحد عطاه الشهاده، واحد عطاه الكاس. لا خليهم هذاك. ودائما الاخوان تحت التصفيقات ديالكم كان عطاه الكاس. وحش من يزول الميكرو عنده واحد التزام في 8 قلت له من يشد نعطيك في 8 ان شاء الله، ولكن عندنا له شكرا سي تكفيك شكرا ان شاء الله. اذا صاحب الرتبه اللي قلنا في حقك السي محمد كنخافوا اننا ما نعطيوكش شي حق في المهنه وفي كل شيء، وديما خليك ديما معنا مع الرياضيين. وخا دابز عليهم شوف وخا دابز عليهم تما في ديك المقاطعه الله تيشوفوا فيك وجه الخير ان شاء الله. تصفيقات حاره على سي محمد الشخر وزكي شويه هذا الكؤوس سي محمد. هو رياضي بعدا حتى هو حارس مرمى. اذا ادعو كذلك فريق رجاء البوغا. شوف ما تقولوش يلعب كوره. هو بعد انا ايمان ايمان